جبل الفرديس أو قلعة هيروديون. تقع القلعة على بعد 10 كيلومترات شرق بيت لحم، وقام الملك هيرودس الكبير ببنائها في نهاية القرن الأول قبل الميلاد كقلعة محصنة تحوي على قصر وغرف للمبيت وحمامات. في البداية بني هنا القصر، وحوله بنيت مدينة خصصت لإدارة المملكة. تقع القلعة على قمة جبل يرتفع نحو 758 مترا فوق سطح البحر، مما يعطيه إطلالة مشرقة على مدينتي بيت لحم والقدس وصحراء البحر الميت. وفي أسفل الجبل كشفت الحفريات آثارا منها مجمعا من البرك تغذي بركة كبيرة عبر قنوات مياه موصولة بينابيع برك سليمان جنوب بيت لحم. كما تم الكشف عن أنفاق سرية تستخدم للهروب في حالة الخطر. وحمامات من الحقبة الرومانية وكنائس ومبان تعود إلى عصور مختلفة خاصة الفترة البيزنطينية. يشكل الموقع قبلة للسياح والزوار من مختلف الانتماءات، مسيحيون ويهود ومسلمون. يزور المكان آلاف الفلسطينيين خاصة تلاميذ المدارس، كثيرون منهم من منطقة الخليل. وفي الأسبوع الماضي على سبيل المثال زار المكان تلاميذ من بيت لحم. وتخضع القلعة لأعمال تطوير مستمرة، ومن المقرر افتتاح أجزاء أخرى منها خلال السنوات الثلاث القادمة، منها الغرفة الملكية التي تحوي على رسومات الفريسكو وأقواس بارتفاع 15 متراً.